هاي، اهلا بيكم. ناس كتير سألتني عايزة تعمل قراءة تهكير الحبيب، فاحنا النهاردة هنعملها بمجموعتين، مجموعة ذا لوفرز ومجموعة الريشة. تمام، وهسيب لكم الحروف، حروف الحبيب، اول حرف من اسم الحبيب في صندوق الوصف. تهكير عقل الحبيب لأول مجموعة معانا، مجموعة ذا لوفرز. أول مجموعة معانا مجموعة ذا لوفرز، تهكير عقل الحبيب. مشاعرك، شايفك ازاي، نواياه، خطواته. الحبيب حاليا عنده، يمكن يكون طرف طاقته عنده طرف تالت، عنده نوع من انواع الضبابية، وعمال يتفرج على عروض كتيرة. تمام، سواء ست او راجل يعني. تمام، دي طاقته هو. مشاعره عنده حب ليك جامد جدا، بس عنده قيود، عباء كتيرة في حياته، عنده طاقة الساحر بالنسبة لك، وعايز يقدم لك كل حاجة، بس في حاجة موقفاه، في حاجة مقيداه موقفاه، عنده أعباء كتيرة. شايفك ازاي، هو مقيد وعايز يمشي، يمكن كان في فعلا طرف تالت بس هو مخترق انت. تمام، بيحن لذكريات بيشوفها بألم وبحزن، حاول ان هو يهرب بس معرفش. تمام، نواياه، هو كان بيقارن فعلا بين اتنين، القراية دي كان في طرف تالت. اوكي، هو شايفك جميل جدا وشايفك حلو جدا، بس هو كان بيقارن بين اتنين، وهو فعلا مختارك انت. خطواته، هو معلق مش عارف ياخد القرار، بس هو بيحبك لان هو مختارك بس مش عارف يجيلك. تمام، شايفك حد جميل جدا وحد جذاب جدا، بس هو فعلا تعبان. نواياه خير، هو بيحبك جدا بس هو تعبان. تمام، دي طاقة المجموعة الاولى. تعالوا نشوف بقى المجموعة التانية، مجموعة الريشة، تهكير عقل الحبيب، نواياه ومشاعره وخطواته، نواياه ومشاعره وخطواته، تهكير عقل الحبيب. تعالوا نشوف مجموعة الريشة ايه اللي حصل. طاقته، مشاعره، شايفك ازاي، نواياه، خطواته. حلوة دي، القراية دي حلوة جدا، القراية دي حلوة جدا. طاقته، هو واخد قرار، في بينكم اتصال روحي قوي، ممكن يبقى اللي منع العلاقة دي عادات وتقاليد، بعد بلاد، في حاجة موقفة العلاقة دي، ليها علاقة بالعادات والتقاليد والديانة، وفي حاجة هي اللي موقفة العلاقة دي. تمام، دي طاقته حلوة جدا، هو مختارك، في بينكم اتصال روحي قوي. اوكي، مشاعره، كان عايز يعمل احتفال بس الدنيا انهارت، وحس ان هو عمال يدي من غير مقابل، فممكن يبقى عايز يبتدي بداية جديدة، عايز ما يبتديش يدي كتير، عايز
حاسه ان هو ادى كتير قوي في العلاقه دي وكان عايز احتفال، بس حاسه الموضوع كله بينهار منه. تمام، دي كانت مشاعره. تعالوا نشوف هو شايفك ازاي. بيحبك جدا وشايفك ان انت العالم بتاعه، بس برضو ندمان وعنده كسرة قلب. انا اعتقد ان كل اللي حاصل ده ده وده بسبب يعني ذا تاور، وهنا الكؤوس اللي واقعة دي بسبب ذا هيرفنت. هو في مشكلة، في مشكلة براكم انتوا، برا مشاعركم، في حاجة مخلياه مش عارف تمشي العلاقة دي صح. في هنا عادات وتقاليد، في بعد مسافات، في اختلاف ديانات، في فرق سن كبير، في حاجة موقفة الموضوع. هو شايفك انت العالم بتاعه، اوكي، وعايز يقدم لك اجمل كاس حب في الدنيا. هو شايفك ازاي؟ انت حبيبه. خطواته بيتألم، موجوع، رغم ان هو شخصية قوية ورغم ان هو يقدر ياخد قرار، سوري، رغم ان هو شخصية قوية، بس هو بيتألم وعايز يجري، عايز يهرب. خطواته عايز يقدم لك احتفال، وشايفك اجمل واحد في الدنيا واقوى واحد في الدنيا، فهو اوريدي عايزك، هو عايزك جدا وعايز يقدم لك احتفال وعايز يقدم لك حب. الطاقة دي حلوة جدا، احلى من الطاقة الاولانية. طاقة الريشة طلعت احلى بكتير من زلوفرز. زلوفرز ما كانش واخد قرار، ده واخد قرار. عايزك، عايز يعمل معاك احتفال. شايفك حد جذاب وجميل جدا. تمام، يا رب تكون عجبتكم القراية دي، قولوا لي رأيكم في الكومنتات. باي باي.